هو دعوة لتذوق الاستكشاف والسفر إلى بلدان مختلفة، من الهند لفرنسا، بلجيكا لإسبانيا وغيرهم. هو مخزون من الأعشاب، البهارات، الأملاح، الشاي، البن والنكهات المختلفة وحتى الحلويات. هو جو ريستوران باتيسري إضافة لسالون دو تي. هالحصيلة هي نتيجة أسفار قامت فيها باتريسيا كبي في سبيل البحث عن النكهات الغريبة أو الغير اعتيادية والمميزة اللي من الصعب تنجمع ببلد واحد، وإنما هي جمعتها وعملت منها مونة عالمية. جوسو هو بنفس الوقت ريستوران، سالون دو تي وباتيسري. ريستوران لانه كل هالبرودكتس بنستعملهم بالاكل موجودين عندنا للبيع، بنستعملهم بالمنيو تبعنا، مثلا للساندويتشز، للسالز، للكيش، لبلا دي جور. مثلا كل يوم عندنا بلد معين، نهار افريقيا، نهار الهند، نهار اكل صيني، سو بيتغير حسب وين كل واحد طالع باله يسافر. بالشاي سالون دو تي لانه كمان عندنا الشاي الواسي وحتى كل شيء بيمشي مع الشاي، السكر، العسل والاشياء الطيبه. يعني الباتيسري وقت حدا واحد يشرب شاي اكيد بده طالع باله شيء طيب. دونك عندنا ماكارون، بيقولوا عم بيكتبوا بالجرايد انه عندنا احسن ماكارون بلبنان، ولانه عندنا اوسع كوليكشن بلبنان شاي، مشان هيك ات واز ناتشرال يكون عندنا سالون دو تي. يعني العالم يقدروا يذوقوا كل هالنوعيات الشاي، كل مره بيجربوا شيء جديد. جو هي عباره عن تيست، ذوق يعني بالعربي، ونحن اصلا قمنا التي لانه بالفرنسي بحطوا تي بعد اليو يعني، والاكسون قلبناها مثل الباترفلاي، فراشه اللي بتبرم العالم بتفتش على اشياء واحد ما بيلاقيهم بكل الكورنرز. صار الطبخ مثل الموضه، كل شوي بيطلع شيء جديد، ديزاين جديد، طعم جديد، وما نلاقي كنا الانجريديون بلبنان، وقلنا ليش ما بنعمل شيء انه يكون كل الانجريديون موجودين. بس الفكره مستوحيه كثير من الفاشن مثل ما شفتوا، انه كثير ديزاين بنغير مثلا حسب الاوكيجن، حسب العيد او اني ثينج. يعني يمكن نقي شيء من يوم انه ربيع بنعمل كل الاكل مثلا في فلاور او الباتيسري، او فيها تكون فريز مع شامبان اسمها باريس، او فيها تكون مثلا مشموش مع رومارين هيك لانه بتذكر مثلا البروفانس، او ورد مع سوريزي. معروفين بالشاي هن الاسيا، من في من تشاينا، من جابان، من انديا، حتى من ارجنتين عندنا، من افريقيا عندنا شاي. كل الشاي اللي بالعالم بتلاقي عندنا ميلانج دو ترافور. شو هو؟ انه في واحد كان عم بيعمل يشتغل بالملح، واللي صار انه بالغلط وقع سكر فيهم وضايقهم، طلعوا كثير طيبين. دونك عمل خليط فيها سبايسز وفيها السكر من ايراب كندا، في بتعرفي الفايد ابو الايراب. دونك كثير طيب، في هيربز وغارليك وسكر وملح. هذا الانجريدينت بتستعملوه عندكم بالكتش؟ ايه مزبوط مزبوط. هلا نحن بالمنيو عندنا دونك في البرودكتس كلهم بيستعملوا بالاكل اللي بناكله. في عندنا سالادز، يعني بنستعمل الصوص اللي عندنا، فيها تكون فينيجر على مانجو او فينيجر على فرامبواز بالصوص، الساندويتشز كل سبايسز، الماسترد المتارد مثلا، متارد على مو دو ريزان او متارد على باف دو سيشوان، انه كل هالاشياء بنحطهم تا العالم يدوقون. بلشنا نحن نبيع بس المنتوج مثل ما هو، يعني ما كان نستعمل، ما كان في عنا مطبخ او مطعم او باتيسري، بس كنا نبيع البرودكت. عملنا بعدين مثل ايفوليوشن للفكره، انه هالبرودكت نحطهم تا العالم يدوقون بالمنيو تبعونا. مثلا كل يوم في بلد، مثلا اليوم في الهند في عنا بولي عكاري، بكره في المغرب في تاجين كسكس مع راس الحانوت. يعني كل هالفكره واحد انه تيدوق هالشغله، حتى اذا شافها بالعلبه يمكن ما يتجرأ او ما بيعرف يعملها بالبيت. بيجوا هون انه ما لنا شيء غريب بس شيء جديد. يعني نحن ما عم نعمل شيء تعمل ريفوليوشن للاكل، لا، الاكل اللي بس اكتشاف. يعني كل شغله واحد بياكلها مثل كانه سافر على بلد. عاملين مثلا ماكارون على ابريكو رومارا، او عاملين شيء على مثلا فيف دو تونكا، هيدا سبايس مزبوط صح. لانه اللبنانيين بيسافروا كثير، ويعني they are exposed to many culture وبيفهموا، يعني بيعرفوا اذا شيء طيب او مش طيب. في اشياء يعني بيقولوا لنا ايه نحن اكلنا هيدي بباريس، اكلنا هيك، وهي شفنا هيك بدنا نجيبها بالشنطه، واو صار عندكم اياهم بطلنا نجيبهم معنا. سالون دو تي هلا صار ترند. قبل كانوا يفتحوا سالون دو تي بس يقدموا شاي عادي، يعني اللي بنلاقيه بنشربه بالبيت وهيك. سالون دو تي هي مش بس قعده حلوه، لا، الواحد بيجي تيتذوق شاي ويتعرف على عالم من الشاي.
بمناسبة معرض لفرانس أوليبان نظم بمنطقة الجميزة ببيروت حدث عنوانه تذوق فن أسلوب الحياة الفرنسي، بحيث أنه عدد من البابس فتحت أبوابها للزوار تيتذوقوا البيض والجبن الفرنسية. فريق لمسات نزل إلى قلب هالحدث لمعرفة أكثر عن كيف الزوار عاشوا هالحدث، وبالأخص معرفة شو أفكارهم عن فن أسلوب الحياة الفرنسي. خبرنا شو في اليوم؟ اليوم الفرانكوفوري ومع السفارة الفرنسوية عاملين إيفان بالجميزة كلها تشيز ان واين، ونحن كاكسارا عاملين سبونسر على كل البابات هون. برأيك ليش هن عاملين هذا الايفنت؟ شو الهدف منه؟ اذا بدك نحن يعني لبنان بلد فرانكوفون بالاصول يعني، وهلا يعني شيزن واين شيء فرنساوي جدا يعني، فهي ميكشر اذا بدك. لبنان بلد من جميعه كل شيء بيصير عنده منيح يعني، فوالا في خليط عنده. بتخبرنا اليوم شو فيه؟ اليوم عاملين ايفنت بكل شارع جميزة، فرانكوفولي، تشيز ان واين فرنساوي، اوبن تشيز ان واين فرنساوي $15 بكل الجميزة. انتو كيف مشاركين فيه؟ احنا ككابيتال اي مشاركين بطريقة مختلفة عن غير البابات، يعني نحن جايبين اجبان من عنا من تاب دالفريد، اجبان نحن بنعمل لهم افيناج نجيبهم من فرنسا، واكيد ما نبيد اللي موزعينه، بس اكيد نحن فينا نقدم بدايتنا اللي عندنا كاف كبير جاي من تبع الفريد. نشارك بالفرانكوفولي فرنسا جمايزة. شو بيعني لكم هيدا الايفنت؟ بيعني لنا انه ما عم يصير قصص عنا بلبنان حلوة، يعني هذا اللي بدنا اياه نحن، يصير كل يوم سهرة، كل يوم شيء جديد، ننبسط، نتعرف على عالم جديد، يصير عنا قصص حبوا العالم برا بلبنان، هذا اللي بدنا اياه. بتحب تشيز اند واين؟ بحب تشيز اند واين. En fait, il y a l'exposition La France au Liban et à l'occasion de cet événement, il a eu la Jumeize, la France a Jumeize, c'est-à-dire parce que Jumeize ça bat le plein au Liban et tout ça, tout le monde y a Jumeize, que l'Allemagne a tout Jumeize. Donc, très bien, il y a une autre manière de faire comment vous cherchez le Liban avec la France avec le Liban. Vous voulez cheese and wine, vous êtes? C'est typiquement français, puisque c'est la France. L'art de vie français, c'est le vin, c'est le fromage, et surtout c'est la culture et l'art français, en tout ce qui concerne littérature et peinture et tout ça. J'ai une dame, Lyon. J'ai Ushrab Mbid. Habibi. Habibi. عشت سنة بفرنسا دونك تعودت اشرب كثير مبيد. بتصور انه وي نيد انه ننفتح اكثر على فرنسا سورتو، لانه بلبنان تعودنا كثير على الانجلش وهيك. تشيز اند واين هي مثل تراديسيون بفرنسا، هي جايه من فرنسا، دونك هي شغله كثير هينه انه نقدر نحن نستهلكها بلبنان، نعيشها، نختبرها، وبتقربنا كثير من عادات الفرنسويه. تشيز اند واين هي انطلاقه لننجع نفوت بالعالم والثقافه الفرنسويه. انا مثلك عرفت، قالوا لي في حاجه نزلت، بس ما بعرف اكزاكتلي شو الفرانكوفوني اللي عاملينه يعني، بس انه في احلى منه يكون لبنان هيك كله كل الوقت، يا ريت كل يوم هيك بيبقى هالشارع. انا تلميذة ليسي، تلميذة جيزويت، فالفرانكوفوني كثير يعني بدعمنا. حابين بيض اللبناني اكثر ولا الفرنساوي اكثر؟ اللبناني. هيدا بفتكر الشيء اللي انا بعيش كرماله، انه نعزز العلاقات بين كل الدول، الاشياء الحلوة بين الدول، الاشياء العيشة بين الدول، مش الاشياء يعيشوا لي اشياء امور بتودي للموت. انا مع الحياة ضد الموت. Ça permet de promouvoir un peu le patrimoine français, un certain art de vivre, une certaine idée de la France qui est pas mal. Après je pense qu'il faut pas se limiter qu'à cela, enfin c'est certes sont des produits français, c'est patrimoine culturel, sont aussi des produits qu'on exporte. Et je pense que c'est aussi un folklore, il faudrait montrer certaines autres images de la France. Je pense que c'est aussi intéressant, quoi. Voilà. Et je pense que c'est une bonne opportunité au Liban en plus, puisque c'est un pays qui bouge beaucoup et qui bouge vite en ce moment, de parler de choses comme ça, un peu plus novatrices, ça serait une bonne idée, je pense. Donc le vin et le fromage, c'est bien, mais il faut pas seulement ça, quoi. Voilà. C'est du vin libanais, j'aime beaucoup, mais je sais pas s'il y a du vin français dans la rue Jemaisé, on va voir. Non, 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 non